أهلاً أصدقائي بحلقة جديدة من برنامجكم يلا نطبخ. اليوم وأنا أطالع الجوال شفت سويت وعجبني وقلت راح أسويها اليوم بحلقة اليوم مع ضيفة حلقة اليوم. خلوكم معانا نتعرف على الضيفة ونسوي السويت مع بعض. اليوم ضيفة حلقتنا العنود. أهلا العنود. لحظة وجهك مو غريب علي، شايفتك في مكان. وين شايفتني؟ ما أدري في السوشيال. أيوة خالي عبد الله. شايفتك في حسابه. يعني اليوم ضيفة حلقتنا مشهورة. شلونك العنود؟ زين بخير. نورتي برنامج يلا نطبخ. عنود أنت كم صلتك في السوشيال ميديا؟ يعني من يوم أنا صغيرة خالي بدأ يصورني ويعني صرت مشهورة. يعني أنت تشوفين إن الشهرة حلوة ولا؟ أي عادي حلو. يعني عاد بك الوضع زين في المدرسة شلون؟ زين. البنات وايد يسألوني، يعني يجون عندي من صفوف ثانية. حلو. يسألون أنت خالتك أنت ليش تطلعين معاه؟ أي فيسألوني. زين يعني أنت عاد بك المجال الشهرة وكذي تشوفين إن هالشيء وايد حلو. حلو. شنو أكثر شيء تحبين تصورينه؟ يعني أنا خالي نسوي فلوجات مثلاً، يصور الأكل أشياء وايد يعني. وأنتي تطلعين معاه تعلنين معاه تتكلمين معاه. إيه؟ يعني أنتي تحبين الفلوجات ولا تحبين يوم خالك يصورك ولا شو تحبين تسوين بالضبط؟ عادي يعني أحب كل شيء يعني أصور. أي أوكي. إنزين قبل ما ندش على المطبخ ونسوي السويت اللي راح نسويه خلنا نلعب هاللعبة. أوكي. ونشوف من راح يفوز. أوكي. أخلي حط البابكو تحت. جاهزة؟ إيه. تعرفين هاللعبة وشو؟ تعرفين شنو نظامها؟ إيه عارف. تلعبينها في البيت؟ إيه ألعبها مع عيال خالتي وعيال خالي مع أخوين، بس كلها طيحة أخسر. يعني كل يفوزون عليك. هم يفوزون عليك. يعني أنت دائما خسرانة. إيه. يعني أنا اللي راح أفوز عليها، أنا راح أكون الفائزة. لا أنا أفوز. ما تدرين، ما خلنا نشوف من راح يفوز. يعلم. يلا أوكي. قلتي؟ قلت يا رب تطيحينها. يا رب أنت تطيحينها وأنا اللي أفوز. نشوف. بتطيحينها؟ صدقيني بتطيحينها. ها طيحتها؟ يلا لحظة. الحين قلت لك انا بفوز. قلت لك شو تقولي؟ انا بفوز. زين عادي ترى يعني في النهايه انت يعني فزتي بالحظ يعني. المهم الواحد الحين في المطبخ، راح ندش المطبخ ونشوف من راح يسوي احلى سويت. بنشوف. واكيد طبعا انا راح يطلع احلى. كي تقولي انا اخر شيء انا بسوي. ما عليك. يلا على المطبخ. يلا. وبعد ما تعرفنا على ضيفة حلقتنا اليوم العنود، طبعاً اليوم راح نسوي ترمسو مع بعض، بس اليوم أنا راح أعلم العنود شلون راح تسوي الترمسو، مو هي تعلمني. عنود شلون في مطبخي؟ وايد حلو. زين. عجبك؟ إيه. مكانه حلو؟ إيه. الديكوريشن ماله حلو؟ إيه حلو. زين. زين فاليوم إن شاء الله راح نسوي مع بعض، أنا راح أعلمها أوكي؟ فعندنا المقادير، عندنا أول شيء قهوة، بسكوت، الشوكولات، الكاكاو طبعا الكاكاو، وهني الشوكولات. اول شيء بناخذ البسكوت نحشيه بالشوكولات وبعدها بنغمسه بالقهوه ونحطه. وصح لا انسى ايه الكريمه، اهم شيء في التيراميسو هذه الكريمه راح نحطها بعد ما نخلص من اول طبقه من البسكوت. تمام. يلا اوكي. شوفي اول شيء انا راح اسوي وانت قلديني. يلا هات خذ القمشة سوي معاي. أول شيء نحط الناتيلا. عنود أنت أي صف؟ صف خامس. كم عمرك؟ 10 سنين. تحبين المدرسة ولا؟ إيه. أي مادة تحبينها؟ الإنجليزي.
تبين وشو؟ الإنجليزي. أنا كل الضيوف اللي يوني في الحلقات يحبون مواد أنا ما أحبها. تدري أنا شو المادة اللي أحبها؟ اجتماعيات. والله العظيم هالمادة شنو أحبها؟ ما أحبها عشان المادة، أحبها عشان الأبلة اللي درسني. والله زين، حلو، مكانه زين، صح، الديكوريشن ماله زين، صح، ديكوريشن مطبخ حلو، وايد حلو، وايد نفسك حياتي والله قلبي انت. ضيفة حلقتنا اليوم غير غير سبيشل، صح، والله صدق سبيشل. سويت اثنين وتوني الثاني. الحين بالثالثة. الحين بتتي فيها. اوكي لا نفس الشيء. زين بعد شو تسوين؟ شو تحبين؟ عادي احب كل شيء. تحبين كل شيء؟ يعني لا شنو اكثر شيء يعني تحبينه؟ تحبين مثلا تحبين تطبخين؟ ايه. تطبخين مع من؟ اطبخ مع اختي. شنو تطبخون؟ سويت. شنو السويت اللي تسوونه؟ بان كيك. حلو. بعد ملك شيك. وايد اشياء يعني. سويتوا تيراميسو مره ولا لا؟ يعني هذه اول مره تسوينها تيراميسو بس معي. ايه. انت في مره بالبيت سويتي شيء ولا بس تسوين تيراميسو؟ لا شوفي هذه اول مره اسوي تيراميسو لان شفت الطريقه في الجوال وعجبتني، فقلت ليش ما اسويها؟ قلت بعد بسويها معاك. نفس اختي، احنا نشوف الاشياء وبعدين نسويها. صح، اصلا اغلب الوصفات اللي الحين نسويها بالبيت ولا مثلا يوم نطبخ اول شيء نشوف على الجوال عجبنا يلا طبقناه في المطبخ. يلا الحين نشوف من يخلص اول. موضوع كذي ها؟ ايه. وي ترى جبنا العيد احنا. عادي عادي عادي. اللي سويناه غلط. ليش؟ احنا قاعدين نحطه بالصحن وما غمسناه بالقهوة. اخر مرة سوي معك. ليش ليش؟ ليش لاخر مرة؟ لان سوي طريقة غلط. لا مو بغلط عادي، كل مشكلة لها حل. اوكي؟ الحين عادي سويناه راح نقابسه مرة ثانية وخلاص. صح أوكي. ولا لا؟ صح. شفتي شلون قلت لك؟ كل واحد يغلط. قلت لك ايوه صح. الكل يغلط، ما في انسان معصوم من الغلط. يلا غبصه بالكوفي ولا؟ اي عادي يلا انت سوي. لحظه اجيب لك شوكه عشان ما توسخين يدك ولا عادي؟ شوكه احسن. اوكي لحظه بجيب لك. عشان ما توسخون نفسكم بعد. صح. شنو هاي؟ ما سويت شيء يعني والله. يا جماعة خربت حقها. بس لحظة خلينا. زين. صح. مكان زين. ذكري ماله زين. إيش أسوي أنا؟ شوفي شوفي أنا عندي فكرة. بدال هالحوسة كلها وناخذ البسكوت ونغمسه. العفيسة اللي سويناها. صح. ناخذ القهوة. إيه وتشيب القبشة. ونحطها. بس. السلام عليكم. صح ولا لا؟ صح. حل ولا مو بحل؟ حل. حل. شلون؟ يلا خلصي عشان بعد بسوي. وصفة اليوم وايد سهلة وحتى انتوا تقدرون تسوونها في البيت، حتى يعني ما يحتاج ان توسخون المطبخ وكذي، انا وايد بسيطة، حتى اليوم ما عفست مطبخي. ما نحتاج الفرن ولا شيء. صح حتى الفرن ما نحتاجه. بس لا نحتاج الثلاجة. شلاته تاكلين السويت وهو بارد. اي انا قلت لك ما نحتاج الفرن. اوكي. عشان ما تحرقون نفسكم. صح. يلا خلصتي؟ لا بس باقي لي بسكوت واحد. اوكي يلا خلصت. يلا الحين بسوي مالي. نحطه هني وهني بعد. والحين اخر شيء شنو بنحط؟ نحط الكريمه. بنحط الكريمه. ويت اتوقع ان طبقه واحده من البسكوت تكفي، ما يحتاج طبقتين. لأنه أوريدي الصحن اللي استخدمناه صغير. صغير. والحين آخر خطوة، آخر ستيب، يعني شوفوا إذا أنتم كان الصحن كبير تقدرون تسوون أكثر من طبقة بسكوت. بعد ما تخلصون طبقة البسكوت تحطون الكريمة وتسوون الطبقات الثانية. بس إحنا راح نكتفي بطبقة واحدة. على حسب الحجم اللي يبونه. صح.
حطيتيه بدون ما تخلطينه؟ ليه؟ ليش؟ شوي لأن قوامه ثقيل، عرفتي شلون؟ فعشان كذي. اوكي يلا حطي. الحين نقدر نحط. ما تخلصينه. ترى انتي ما حطيتي وايد قهوه، مالك راح يطلع ناشف. شوفي مالي شلون متروس. الطبقه الثانيه بحط. اي طبقه ثانيه؟ قلنا طبقه واحده تكفي. طبقتين؟ لا طبقه واحده. انا على بالي طبقتين بيكون اوكي، بس طلع واحده تكفي. اوكي انا شوي بخلص. هم بخلص قبل. حطيتي وايد كريمه. بحط نفسك. قلديني ها؟ ايه. عشان تعرفين مالي احلى من مالك. لا كلنا حلوين. مالك حلو ومالي حلو. اتوقع كذي يكفي، بخلي الباقي لك. اوكي خلصت. ولا احط بعد كريمه؟ شو تقولين؟ احط كريمه ولا؟ حطي كثري. اوكي. خلي شي يكون مويه. شنو ايس كريم؟ ايوه. تبيني اساعدك؟ اوكي. توسخت. I need tissue help. اوكي بعطيك. ترى عادي الكل، حتى انا توسخت. يعني ما في حد ما يطبخ ما يتوسخ. صح؟ عشان كذي لازم نلبس المريلة. اوكي الحين زين. بعد ترديه عشان يطلع نفس حقي. شوفي. لا بس ما خليش. غطي طبقة البسكوت، لا تخلينها تبين. والحين اخر خطوة راح نسويها ان احنا ناخذ بودرة الكاكاو والمشخال، وبعدها راح نحطها فوق الترسو. فوق الترسو وفوق الخلطة اللي احنا سويناها. زين ابيك تساعديني، اول شيء تمسكي هذا وسوي كذي. اوكي؟ اوكي. وانا راح احط لك البودرة. يلا تسوين مالك ولا مالي؟ انا بسوي مالك، انت تسوي مالي. تبينها عكس؟ عيل بتخربين مالي. خذي. تخربين مالي بخرب مالك. عادي. خلاص اوكي يلا. يعني اخر شيء احنا بناكله. صح. يلا اهم شيء الطعم. ايه. يلا. لا انا بحط لك كذي. اوكي. يلا. حطي هني فوق الهاي لانه قاعد يطيح. جيبي هني. يلا سوي كذي. ايه. الحين اذا عجبك التيراميسو اللي احنا سويناه بعد ما تذوقينه طبعا. راح تحطينه في المطعم او الكوفي عند خالك؟ اي بحطه واقول له حطه. اي براوي شلون اسويه، واذا قال حلو بحطه بالمطعم. بيكون ذا ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون ذا بيست سيلر. شنو بنسميه؟ تيراميسو برنامج يلا نطلع. صح. الحين راح اسوي المواد. يلا انت الحين حطي الكاكاو. حلوه ريحته. صح وايد ريحته حلوه. وانتوا بعد بالبيت لازم تجربون تسوون. اول شيء خلينا نذوقه. ايش بس احس وايد انا كثرت. وبكذي يكون خلصنا وسوينا الترمسو. الحين عنود بسالك، يوم بتردين البيت بتسوين الترمسو؟ ايه، وانا مستانسه عشان بخلي اهلي يجربونه. أوكي. وبخلي خالي يجربه عشان يحطه بالمطعم اذا طلع حلو. ايه ونسميه ترمسو يلا نطبخ ويكون ذا بيست سيلر. صح؟ صح ان شاء الله. ووصلنا لنهاية حلقة اليوم. أشكر ضيفة اليوم العنود إن ساعدتني بالوصفة اللي أنا علمتها إياها، وأتمنى إن الوصفة عجبتك. وشكراً إن أنت خليتيني آي عندك وسوينا الترمسو مع بعض برنامج يلا نطبخ. العفو. ونشوفكم إن شاء الله بحلقات جاية بوصفات جديدة. مع السلامة. باي.